FM. الكلمة ليك. معنا بالتليفون ناطق رسمي باسم الجبهة الشعبية حمل همامي. مرحبا بك، صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير. مرحبا بك على الكاب اف ام. كيفاش تعلق على عمليات النهب والسرق والبلاكاجات ليلة البارح واللي فاتت ليلة البارح؟ عمليات مرفوضة، عمليات إجرامية مرفوضة. وبالنسبة للجبهة الشعبية تعتبر أن مثل هالعمليات هذه تنحرف بالمطالب المشروعة نتاع الناس كبار وصغار اللي قاعدين يحتجوا على غلاء الأسعار، قاعدين يحتجوا دفاعا عن قوتهم. الأعمال هذه اللي قاعدة عامة تتم في الليل نحن نعتبره وأنها ما تخدمش الحركة المشروعة هذه اللي حكيت عليها. وهذا علاش الجبهة الشعبية البارح في الندوة الصحفية دعات مناضلاتها ومناضليها في الجهات الكل، دعات الناس المحتجة باش يحتجوا بشكل بوجه مكشوف في وضح النهار في أماكن معلومة يمارسوا حقهم معناها الدستوري، وما يتيحوش في الممارسات هذه لأنها في عوض وأنه مش يكون الحديث على مطالب مشروعة يولي تتشوه المطالب هذه ويولي حديث على تكسير وبركاجات. وهذا اللي صار، وهذاك علاش سألتك سؤال الأول حول الأعمال بتاع التخريب هذه. هل هي حسب رأيك تحركات عفوية أم ممنهجة من قبل من عرش ناس تحب أنها عفوية؟ ما هيش عفوية بطبيعة الحال. تعرف اللي في كل التحركات الكبيرة نحن عشناها برشا، عشناها في 26 جان في 78، في 3 جان في 84، عشناها في الثورة، عشناها في وعاشوها الناس البرة وين ثم حركات احتجاجية كبيرة، ثم عصابات تتحرك، عصابات الجريمة في بعض الأحيان تكون الهدف منها في بعض. تذكر أن 26 جان في 78 ميليشيات انت حزب حاكم مثال نحكي لك أطلقت النار منها في الشارع باش في ساعة الدنيا تدخل بعضها والحديث يولي من أضراب عام شرعي يولي على العنف معناها وكل شيء. أذك علاش نحن نعتقد وأن وذك علاش الجبهة الشعبية كما كنت نحكي قالت مهم جدا وأن التحركات تكون واضحة ومكشوفة ومعلومة والناس ما تخافش. يشون اللي خوفك باش تعمل مسيرة وجهك مكشوف يشدوك، خلي يشدوك وانت على حق والرأي العام والرأي العام معاك. هذاك علاش دعوة أخرى من جديد للشباب للناس أصحاب الحق صاحبات الحق أنهم يتحركوا بشكل فهمتي منها واضح وبشكل مدني وبشكل سلمي. وهذا اللي وصل، هذا اللي وصل. أنت قلت ميليشيات قبيلة متاع الحزب الحاكم قبل عام أيمت في السبعينات وكذا، اليوم هل الجماعات هذية نجم نقولوا اللي قاعدة تكسر وتحرق وتخرب واللي عمالها بين 14-17 سنة 20 سنة، يعني من شكون اللي قاعد يحرك فيها حسب رأيك؟ تعرف ما تنجمش تقول الطرف الفلاني بصبع، أما المؤكد أن الجريمة تطورت برشا في تونس، تطورت برشا. ما عندناش ما عادش نجم تحكي على سبعينات وثمانينات ولا تسعينات. اليوم ثم عصابات منظمة اللي تستغل أي حدث منها من الأحداث باش تمشي تهجم باش تمشي تهز، وعصابات في السرقة في البركاجات في الحرق في المخدرات في جميع من المجالات. على الأقل خلينا نقوله على الأقل في الوقت الراهن أن عصابات فهمتي إجرامية فهمتي منظمة هي اللي قاعدة تقوم بالشيء هذا. لكن إذا كان تحب تشوف من ناحية سياسية، مش نحكي من ناحية شكون عمله ما عملش، من ناحية سياسية هل الأعمال هذه شكون تخدم؟ هذه ما تنجمش تخدم أصحاب الحق وصاحبات الحق، هذه ما تنجم تخدم كان الأطراف اللي تقول رأي الناس ما عندهاش الحق باش تظاهر، الناس ما عندهاش الحق باش الطالب، الناس راهي قاعدة تشوش، الجبهة الشعبية راهي قاعدة تشعل في النار، هم قاعدين يشعلوا في النار بغلاء الأسعار. هذا بعبارة أخرى
سياسيا باش نكون واضح. انت تعتبر سياسيا انه معناتها الحركات هذه الاجراميه قاعده تخرب في الاحتجاجات السلميه، هذا اللي حبيت تقوله؟ لا لا، تخرب في الاحتجاجات السلميه وتخدم مصلحه الاطراف اللي في الحكم او خارج الحكم، اللي ما تحبش الاحتجاجات هذه تصير، وما تحبش الناس تطالب حقوقها، والاطراف اللي تحب انها الزيادات هذه تتفرض على غالبية التونسيات والتونسيين. وباش نكون واضح كذلك، احنا رانا ما نعتبروش اللي قانون المالية هذا راهو متضرر منه البطال، ولا متضرر منه الخدام بركة، ولا الأجير، راهو غالبية التوانسة متضررين منه، حتى رجل الأعمال وصاحب المشروع ماك البطال من البطال، حتى للي نوصلوا لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وحتى أصحاب مؤسسات كبيرة قاعدين متضررين من الغزو نتاع راس النيل، والبضايع معناها الأجنبية قاعدين يسكروا، قاعدين يطردوا في الخدامة. إذا مصلحتنا ومصلحة كل التونسيات والتونسيين باش هالاحتجاجات هذه اللي هي مشروعة ودستورية ومعقولة تتم بشكل فهمتي منها. لكن حمل همامي فما رأي سياسي آخر يقول، وأنت هذه رأي سياسي معناتها اللي قلته، فما شكون يقول فيه ويعاود فيه، لكن فما رأي آخر يقول انه هدف الاحتجاجات هذه الغير سلميه واسقاط الحكومه، وهذه رده من ردات الفعل نتاع الحرب على الفساد. شنو رايك انت؟ احنا يشوف بشكل عام هو راي كذا تصير حركه كبيره كيما هكا، راهو كل واحد كونيته النوايا المقعنزه موجوده برشا، راهي ماي تم المواطن العادي وأصحاب الحق اللي هما مشكلتهم كان نشوفوا فيه اليوم يدافعوا على حقوقهم الاقتصادية الاجتماعية. ثم أطراف بشكل أو بآخر اللي حبي صفي حساب، ثم اللي ماذا بيه يقولك أي هذه فرصة، خلي فهمتي الحكومة تطير، ولا خلي يوسف الشاهد يطير. ترى معناها الصراعات اللي موجودة حتى في داخل التحالف الحاكم بين الأحزاب، لكن أعتقد أن هذه كلها حسابات سنوية بالنسبة للقضية الرئيسية اليوم اللي يلزمها تشد الرأي العام، ويلزمنا التونسيات والتونسي الكل أن ناقشوها. وأنا شفت الحقيقة برشا إعلاميات وإعلاميين يقدموا في أعلام عنها موضوعي، الناس ما عادش قادرة تعيش اليوم. أنا أزعم وأني قاعد نتنقل وقاعد نشوف في حياة الناس. لكن هذا حمل همامي، تو انت قلت حاجة ثانوية، لكن المشهد يبدو سريالي اليوم في تونس، يعني المشهد هو واحد لكن النوايا تختلف، لكن الاجندات تختلف، اللي كل واحد عنده منطق كما قلت في تحسابات. اليوم سامحني، اليوم فما تراشق تهم بيناتكم الاحزاب، الكل معناتها نداء والنهضه معناتها قاعدين يتهموا في جبهه الشعبيه، والنهضه تقول والله الاحزاب اليسراويه حتى مش حتى اليساريه، اليسراويه تعتقد انها يساريه فهمت هي اولا الشيء اللي قاعد صاير في الشارع اليوم في تونس. شوف هذه بطبيعة الحال توقت تجي تشوف انت النهضة ولا النداء، انا سمعت البارح رئيس حركة النهضة اش يقول، اش تحبهم يقولوا؟ مش يقولوا راي الاجراءات هذه راهي باهية؟ انت تو حكيت على السريالية، انا سمعت حكايات سريالية، ثم شكون يقول والله راي فايدتكم، رانا نزيدوا في الاسعار لفايدتكم، رانا مش نخرجوكم من الوظيفة العمومية لفايدتكم، رانا مش نحبسوا الانتدابات لفايدتكم، رانا نزيدوا فيكم في الاداءات لفايدتكم، رانا مش ان المحر دبوس الغاز ادناها 300 مليم راهي لفايدتكم. هذا الكلام اللي قاعدين يقولوا فيه في الحقيقه راهو كلام ما فيه حتى منطق، ناس ما عندهاش ما تقول لعامه الشعب التونسي اللي قاعد يحتاج. وانا نمشي اكثر من هكا معاك، حركه النهضه خاصه ورئيس حركه النهضه مش جرم قاعدين يخاطبوا في الشعب التونسي، قاعدين يخاطبوا في صندوق النقد الدولي، حبوا يقولوا رانا عاقلين، هنا نتبعوا ون فيكم، هنا قاعدين نطبقوا في الاجراءات اللي تقولونا عليها انتوما، ورانا فهمتي منها راضيين بالوضع. اذا كان نفحوا سؤال من وراء هذه الحركات التحركات، اقول لك الجواب بسيط، راهو غلاء الاسعار. غلاء الاسعار، والناس ما عادش قادره باش تعيش، لا عنده باش ياكل، لا عنده باش يداوي، لا عنده باش يقري صغار، ولا عنده باش يتنقل، لا عنده باش يلبس، لا عنده مسكن لايق، لا عنده باش يخلص ورقة الماء، لا عنده باش يخلص ورقة التزوج. هذاك هو راه السبب، شكون مسؤول على هذا؟ هل الأغلبية اللي جات في البرلمان وبدم بارد
صوتت على الإجراءات هذه. مع العلم، مع العلم أنا وما ومش نعطي فيك في سر لهنا، وقت الجبهة الشعبية طرحوا زوز إجراءات، إجراء لفئة العائلات المعوزة اللي يأخذوا في 150 دينار، تصور شو معناها 150 دينار، قالوا قلنا اقترحنا باش نزيدوهم 30 دينار، صوتوا ضده. أصحاب الاحتياجات الخصوصية كذلك اطرحنا باش معناها يقع مساعدتهم أكثر، صوتوا فهمتي منها ضدها. وبالمقابل يجي يقول لك برازيد، فهمتي في برازيد في الأسعار، خاطر هم يحسوا هاش. المسألة الثالثة، هل أن الإجراءات هذه حقيقة مش تحل الأزمة؟ مش حل الأزمة. لكن حمل همامي خلينا نقعد معك شوية في المشروع القانون المالية، مش قانون المالية، خاطر هو قبل ما يكون قانون هو مشروع قانون تم نقاشه معناتها داخل قبة البرلمان واللجان المختصة، معناتها يعني ما في بالكم مش بالإجراءات هذه من قبل في الجبهة الشعبية وفي حتى الكتل المعارضة. لا يجب أن نذكر أن الجبهة الشعبية من اللي هو مازال مشروع عملنا حملة وطنية، وزعنا فلاير في مختلف أنحاء البلاد من اللي هو مازال مشروع، ونزيدك زيادة من قبل حتى ما يتقدم بشكل رسمي ظهري وقتها في 15 أكتوبر للبرلمان. الجبهة الشعبية تحركت ووزعت، وحتى بحذاء عنك بغادي في الحمامات معناها وزعنا ونبهنا، قلنا يا توانسة يا توسيات راهو المشروع عن طعال القانون المالي هذا راهو مخطر، وبش تفهم بش نفهموا الخطورة نتاعو. نعطيك مثال تو في المواد الأساسية والدعمة وغيرها تعرفوا ما قديش مال في الزيادات السنين الأخرى، إذا كثر 300-400 مليار سيدي، تعرف السنة قديش 1260 مليار. إذا كان تحسب الفلوس اللي مش يخضوها في شكل أداءات وفي شكل زيادات على المواطنين راهي 3160 مليار السنة، حاجة عمرها ما صار. إذن يعني هو سؤالك جاوب عليه مهدي بن غربية البارح في بلاتو التلفزي، قال مهدي بن غربية إنه طوما تحبوناش نقترضوا، هنا ما اقترضناش، هنا زدنا في الأداءات، شو مش نعمل يعني انتوما ضد الاقتراض وضد انه ناخذ قروض من البنوك المنظمات المالية العالمية ومن عندي ليه جواب معناها راس الهمدة عايشة. إذا كان ما تستلفش من برا الدور على الأجراء وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، هاو الحل اللي عطيناه لهم واللي هم ما يحبوش يحكوا فيه، حاجة بالفلوس أولا وقبل كل شيء. اقترحنا عليهم دولة تسترجع فلوسها نتاع التهرب الجباهي، كل الخبراء بمختلف المشارب نتاعهم حتى الخبراء القراب من الحكومة يقول لك التهرب الجباهي يساوي ما بين 8000 حتى 15000 مليار دينار. اشتر ميزانية، اعطيني الحكومة اش عملت بشكل جدي باش تسترجع الفلوس هذية او بشكل يا سيدي تدريجي وجزئي الاخر. اما يقولك نسترجعوها في عام لازم عوام هذية مع محاربة الفساد والتهرب، هذية هم عندهم 7 سنين، هاو عندهم 7 سنين وهو يقولك رانا اخي عنا عصا سحرية، بقول ناس تسترجعها في عام، هنا يغلطوا في الناس اش بهم اخي. توا انت وقت اللي جي سامحني وقت اللي جي توا تعمل ضرائب، انت مثال احكي لك كيما السنة توا تعمل ضرائب وأداء اخي ماكش تدخلها مباشر، مو عندك على مده مش تدخل هكا ولا. اذا احنا اقترحنا اعمل خطه تو تبدا بشويه بشويه تسرع، ها عندك حاجه اخرى نجم يعملوها بشكل مباشر. اخي نحنا مشنا تعرف سيدي اثناء قداش الميزان التجاري ما هو اذا تنحي منه الافشار العجز يدور 24-25 الف مليار ملي نحن نتاع ميزانيه فيها 32 و33 الف مليار، يعني ترشيد التوريد و قلنا لهم قلنا متحبوا هذا يضعف الدينار، هذا يخرب المؤسسة التونسية والنتوج التونسي الفلاحي فهمتي منها والصناعي. قلنا لهم المواد اللي ننتجوا فيها في تونس علاش ما تاخذش قرار سيادي انك ما عاد تجيبها سيدي، جيب الدواء، جيب الادوات نتاع الانتاج، جيب الاغذية الرئيسية والاساسية والاخرى علاش تجيب فيه؟ قالوا لنا كيفاش مش نجيبوه؟ قلنا كيفاش مش ناخذوا القرار السيادي؟ قلنا لهم راهو عندكم الفصل 35 من الاتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي الكلوز اوف جارد تطبقها، وقلنا لهم راهو عندكم القانون 12 نتاع المنظمه العالميه للتجاره تقول لمده 3 سنين راني هذه ما عادش مش نجيبها،
هذه راني باش نقوي فيها المعالم الجمركية إلى آخره. ما يحبوش يعملوها، تعرفش علاش ما يحبوش يعملوها؟ هاي الجزائر شبيه الجزائر بجنبنا، قالت لك ما عاد جايب الكراهب وما عاد جايب الحاجة الفلانية والحاجة الفلانية، رغم الجزائر الطاقة نتاعها أكبر منها، على خاطر الائتلاف الحاكم لهنا مربوط بأصحاب المصالح الكبرى هذية نتاع التوريد. راهو الزوز راهو اقتصاد منظم واقتصاد موازي، مربوطين بالناس هذاما، بالتالي ما نجموش يمسولهم المصالح نتاع، يعني ببارونات نتاع ولوبيات نتاع، تقول انت تتذكر معي. انت المره الوحيده اللي النهضه خرجت، نواب النهضه خرجوا منها من القاعه نتاع جلسات وقت الفصل 36 الافير نتاع تركيا، واضح هزوا روحهم وخرجوا. اش حبيت نقول لك؟ تعليق المديونيه، احنا اقترحنا عليهم راهو عندك حلول اخرى. بالله سامحني نحب نذكر بمثال جبت لي على سي مهدي بالغربيه. تعرف اللي احنا في تونس حكامنا ما يحبوش ياخذوا الدروس من برا. انا اعطيك مثال بسيط، اكيد سيادتك صحافي راك علمك اللي توا البرتغال في اوروبا قاعدين يعطوا بها المثال هكا ولا؟ امورها لاباس. باه علاه سيدي لاباس؟ في 2014 2015 حكومه كيما الحكومه اللي عندنا نحن لهنا في البرتغال خذت نفس الاجراءات، صندوق النقد الدولي، البنك الاوروبي، حبس الانتدابات، حبس الاصلاحات يعني اللي طلبتها هي. الاصلاحات الاصلاحات. تعرف النتيجه ايش كانت؟ النتيجه البطاله وصلت قرابه 15%، الحصيل والبلاد زادت برك. العامين الاخرانيين صارت انتخابات، جات حكومه جديده. الحكومه الجديده هذه خذت اجراءات مخالفه تماما للاجراءات السابقه. سيدي زادت في الاجور، زادت في الاستثمار، نقص في الضرائب. تعرف تويكا اللي البطاله هبطت من 14 ولا 8%، تعرف اللي تويكا نسبه النمو من احسن نسب في اوروبا 2.5. عملوا على طريقه هذيك. انت 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 جريتني سؤال، وانت قلت حكومه جديده في البرتغال ومعناتها قرارات معناتها عكس اللي تم اصدارها من قبل. هل ما زلتوا انتم مصرين على انتخابات مبكره تشريعيه ورئاسيه؟ احنا نراو هذاك الحل السياسي كذا اللي عندك، وهو في الحقيقه راهي مساله اخلاقيه سياسيه. وقت الائتلاف الحاكم راهي وقت اللي جاء في عام 2014 اش قال للتوانس؟ قال لهم راهو مش نعمل لكم الجنه هكا ولا؟ 125 مليار نداء تونس وقتها، قال لهم مش يجيبوا لكم 125 مليار. برنامج انتخابي يعني ايه؟ لا ذاك الخطاب نتاع نحن ما عندنا لنا البوليتيك. احنا الجبهه ما نمنوش من البوليتيك، بالنسبه لنا توعد بحاجه لازم يشد فيها. من بعد يوصلوا الحكم تويك ايش قاعدين يعملوا؟ قاعدين لا راهو لازم نعملوا لكم وناخذوا الاجراءات هذه. هذه في اعتقادي ائتلاف حاكم يحترم روحه وجاب السياسه مخالفه تماما للسياسه اللي وعد بها الناس يرجع للناخبين والناخبات. طيب يرجع لهم. طيب سؤال اخير حامل همامي، سؤال اخير، فما نائب عن حركه النهضه اللي هو حسين الجزيري يقول اذا كان تحبوا انتم تمشيوا للشارع احنا راهو عندنا موبيليزاسيون اكبر منكم وتاريخنا اكثر منكم في تجيش الشارع، معناتها سيبنا من الشارع خلينا في البرلمان والمؤسسات نتاع الدوله. شنو ردك على قول مثل هذا؟ هذا كلام كيما كان تاع اليمين، اقصى اليمين المتطرف في اوروبا نتاع ناس ما يمنوشي. بالنسبه للسي هذا النائب بالنسبه ليه هو كانه الشارع تخلويك. هذا رغم اللي هو عايش في اوروبا واحتمى باوروبا، ما مشاش للسعوديه سي حسين الجزيري، لا مشى للسعوديه لا مشى تستاهل الدوله الاسلاميه. هروبا من القمع مشى لدولة ديمقراطية رغم اللي عاش فيها سنوات، مش فاهم وأن التظاهر السلمي والمدني هو جزء من المعادلة الديمقراطية، هو نوع من الديمقراطية المباشرة اللي الدستور نتاع تونس أقرها. وثم والشارع هذا السيد النائب هذا مش عارف اللي الشارع هو اللي جابه الحكم، والشارع هو اللي طيح بن علي، والشارع هو اللي طيح الترويكا، والشارع هو أما الشارع نقصد لهنا راهو مش معناها نقول الشارع مش نقصد مش الفوضى والخراب، نحكيو على الشارع المنظم. انما النضال لكن تونس اللي خرجوا للشارع وبدا دورك الشبابك الاعلاميين والاعلاميات. هذا ما يعرفش اصول تاع الديمقراطيه، هذا ما ناس ينقزوا يوصلوا للحكم يولي غاديك هو الباب ويقول لك ابقى راي راني انا موجود في الحكم. واضح. وهما في الحقيقه شنو علاقه حركه النهضه بالحركات الشعبيه؟ تم حركه شعبيه جات معها حركه النهضه 26 جانفي 78 اعتبروها فتنه. انتفاضة الخبز اعتبروها فتنة. الثورة ما شاركوش فيها الناس وقت اللي بعد الثورة الدافع على حقها قام نايب منهم قال وقصوا أطرافهم بخلاف. سليان اعطوها بالرش
في العديد من الأماكن هنا في تونس خرجوا الغازات المسيلة للدموع. العلاقة نتاعهم راهي علاقة كانت دائما وابدا علاقة عدائية، لأنهم ما يمنوش بهالديمقراطية ويخافوا من الشعب اللي يتجاوزهم. هذه هي المشكلة نتاعهم. شكرا لك حمد همامي ناطق رسمي باسم الجبهة الشعبية على قبولك دعوة بالهاتف. كابا فان الكلمة ليك.